لا صدقيني يا كارما، انا ماليش علاقه بالقصه دي. مالكش علاقه ازاي يعني؟ الراجل ده بيشتغل عندك وصوتك بيقول له ادفع اللي هو عاوزه. ما هو انا كنت منفعل يا كارما، منفعل ومضطرب ومش مركز ومش طايق اصلا اكلم حد. اكيد بقى قلت له اي كلام ملخبط وخلاص. وبالمناسبه انت سبب يا كارما. انا السبب؟ انت السبب. المكالمه اللي جات لي من عند مدحت جات لي بعد الموقف السخيف اللي حصل بينا في المكتب. وهو مين السبب في الموقف السخيف ده؟ ايا كان هو كان منفعل جدا وما كانش عارف الموضوع على ايه. وانا اسفه يا بهوات، انا مش هينفع اروح النيابه ولا امسك القضيه دي. نعم، يعني ايه مش هينفع؟ احنا مش اتفقنا خلاص؟ اتفقنا ان انا امسك القضيه، مش هكون القاضي اللي بيحقق معاه. يعني ايه مش فاهم؟ سعادتك ممكن تكذب على القاضي، لكن ما ينفعش تكذب عليا انا، لاني انا اللي هدافع عنك واترافع عنك، فلازم اعرف منك كل حاجه وبمنتهى الصراحه. وسيبني بقى انا اللي اكذب على المحكمه.